بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالأصول الستة، وتفصيل الإيمان باليوم الآخر. وقوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فسر الطحاوي: الإيمان بالله هو التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله التصديق الجازم بوجود ربنا جل وعلا وصفاته بصفات الكمال دون إثبات النقص، وأنه برأ من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. نعم. فسر الطحاوي الإيمان في هذا الموضع بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فهذه الأصول الستة هي أركان الإيمان، أو أصوله، أو أصول الاعتقاد أو أصول الاعتقاد: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاص، فإن الإيمان يطلق إطلاقين: إطلاقا عاما يشمل جميع أمور الدين العلمية والعملية، فهو اعتقاد وقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ويطلق إطلاقا خاصا ويراد به هذه الأصول الستة، وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام، كما في حديث جبريل حينما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ففسر الإسلام. أركان الإيمان ستة، وأركان الإسلام خمسة، والإيمان والإسلام متلازمان. إذا صدق بالإسلام فقد صدق بالإيمان، وإذا صدق بالإيمان فقد صدق بالإسلام. والإيمان بالكتب الستة واجب حتما على كل مسلم، وذلك أنه لا يخلو إن كان في شك أو ريب أو نفاق فليس بمؤمن لا في الإسلام ولا في الإيمان، وإن لم يكن عنده شك ولا ريب ولا نفاق فالغالب أنه يكون مؤمنا بالإيمان مع الإسلام. ويطلق أعمال الإسلام على الأعمال الظاهرة، تطلق أعمال الإسلام على الأعمال الظاهرة، وأعمال الإيمان على أعمال القلوب الخفية البينة الخفية التي تطلق على أركان الإيمان الستة، لأن التصديق الجازم لا بد منه، فإن كان مصدقا بأركان الإيمان فهو المؤمن، وإن لم يكن مصدقا بها فليس بمؤمن. نعم. وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام، كما في حديث جبريل حينما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ففسر الإسلام بمبانيه الخمس،
وفسر الإيمان بأصوله الست. وقال الطحاوي فيما تقدم: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا وهنا قال الإيمان هو الإيمان بالله، فيما تقدم أراد أن يبين مسمى الإيمان وأنه يكون بتصديق القلب وبالإقرار، وهنا أراد أن يفسر الإيمان ببيان ما يتعلق به، فالتصديق بالجنان والإقرار باللسان بأي شيء، فكأنه يقول الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان بهذه الأمور الستة. وهذه الأصول الستة هي أصول اعتقاد أهل السنة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع العقيدة الواسطية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بهذه الأصول إجمالا فرض عين على كل مكلف، أما الإيمان والعلم بهذه الأصول تفصيلا فهو من فروض الكفاية، لكن من علم بشيء من علم التفصيل وجب عليه الإيمان به. وهذا الكلام فيه تكرار، لأن الطحاوي رحمه الله ذكر الأصول الثلاثة فيما تقدم بقوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وسبق الكلام على هذه الأصول الثلاثة الملائكة والكتب والرسل هناك، وتقدم ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: الإيمان بالإيمان والترضي والترحم على الطحاوي رحمه الله واجب على كل مسلم، ولو أخذناه بشيء من الأعمال أو التي يقول بها كالمرجئة فإنا نترضى عنه وترحم عليه، ولا يجوز لنا أن نشك فيها ونشكك، بل يجب علينا الترحم على علمائنا والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وأنه إن حصل منه زلة فهو إما لكونه معذور وإما لكونه الله جل وعلا عفا عنه ورحمه. وهكذا فعلينا أن نترحم على علمائنا وندعو لهم، ولا ننسحب عن الترحم عليهم أو نترك ذلك إساءة ظن بهم، فنحسن فيهم الظن كما هو الواجب على كل مسلم. وسبق الكلام على هذه الأصول الثلاثة الملائكة والكتب والرسل هناك، وتقدم ما يتعلق بالإيمان بالله عند قوله: إن الله واحد لا شريك له. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو الأصل الخامس من أصول الإيمان، وقد ذكره الله في كتابه وفصل الخبر عنه تفصيلا عظيما لم يتقدم مثله في كتاب من كتب الله المنزلة. فذكر الله الإيمان باليوم الآخر على سبيل الإجمال كما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أما التفصيل فكثير جدا، فسورة الواقعة والحاقة والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة كلها في شأن القيامة وما يجري في ذلك اليوم من التغييرات والتحولات. ولهذا اليوم أسماء متعددة: يوم القيامة والحاقة والغاشية والصاخة والطامة الكبرى ويوم الحساب ويوم النشور والساعة ويوم الدين. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر، والإيمان بالقيامة الكبرى والمراد بها قيام الناس من قبورهم وبعثهم ونشورهم. قال تعالى: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ومن الخبر المفصل عن اليوم الآخر قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيجب على المسلم أن يؤمن باليوم الآخر جملة وتفصيلا. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما جاء عن الله جل وعلا في كتابه العزيز نؤمن به إيمانا كاملا بلا تردد ولا شك. فمن شك في اليوم الآخر فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فيجب علينا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو يبدأ بالنسبة لكل مخلوق من حين أن تخرج روحه من جسده، يبدأ اليوم الآخر إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فقد يكون العبد في روضة من رياض الجنة، وقد يكون في حفرة من حفر النار، وقد يكون بينهما، وقد يكون في أول الأمر في روضة من رياض الجنة ثم تنزع عنه، وقد يكون في حفرة من حفر النار ثم يسلم منها بإذن الله وبمغفرته وتجاوزه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحذر اليوم الآخر ويخاف منه خوفا شديدا، لأنه أول منزل من منازل الآخرة. يقول عثمان رضي الله عنه: كان إذا وقف على القبر بكى، فقيل له: يرحمك الله، تبكي إذا وقفت على القبر ولا تبكي إذا ذكرت عندك الجنة والنار؟ فيقول: إن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ومن مات فقد قامت قيامته لا يدري عن حاله حتى يموت. فإما فإذا مات فقد قامت قيامته، فإن كان من أهل الجنة فيجد السرور والفرح والبشارة، وإن كان من أهل النار فيجد علامات ذلك والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في عمارة القبر عمارة معنوية بالتوحيد الله جل وعلا والأعمال الصالحة، وألا نتوانى في عمل صالح يرضي ربنا جل وعلا. وعلينا أن نؤمن بأن أي عمل عملناه في الدنيا فإنا نجازى عليه في الدار الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.